بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة الصف الخامس، اليوم راح نحل أسئلة درس الحقوق والواجبات، لكن يا خامس خلينا نتذكر بشكل سريع إيش أخذنا الحصة الماضية. أخذنا في الحصة الماضية يا خامس عن حقوق المواطن الأردني. مين يحكي لي حقوق المواطن الأردني أو مين يذكرني فيهم؟ 1 الانتخاب، 2 المأوى والسكن، 3 الحياة والأمن، 4 الصحة، و5 التعلم. أيضا حكينا عن واجبات المواطن الأردني واتطرقنا إنه أنا كطالب إيش حقوقي. من حقوقي أنا كطالب حكينا إنه يتم إنشاء لي مدارس، يعدوا معلمين عشان يدرسوني، وفروا لي الكتب المدرسية لكافة الطلبة. طب أنا إيش واجباتي تجاه الدولة أنا كطالب؟ 1 لازم أحافظ على الكتب وعلى ممتلكات مدرستي. بعدين انتقلنا إلى إنه بدنا نعدد أبرز الواجبات. يلا مين يعدد لي أبرز الواجبات التي يجب على المواطن الأردني الالتزام بها؟ 1 يدافع عن وطنه، صح. 2 أداء الأعمال بأمانة وإخلاص. 3 الالتزام بالقوانين والأنظمة. 4 المحافظة على الممتلكات العامة. 5 الالتزام بدفع الضرائب واحترام حقوق الآخرين. الآن خلينا نحل الأسئلة سويا. ما الفرق بين الحقوق والواجبات؟ إيش الفرق ما بين الحقوق والواجبات يا خامس؟ الحقوق هي ما يطلق على الالتزامات الآخرين المفترضة، يعني أنا كمواطن أردني إلي حق لازم إني آخذه ولازم الدولة توفر لي. إذن أكتب هي ما يطلق على التزامات الآخرين المفترضة، هي ما يطلق على التزامات الآخرين المفترضة. طيب الواجبات، إيش الواجبات؟ هي ما يجب على المواطن تجاه الدولة والآخرين، يعني أنا كمواطن علي واجبات تجاه دولتي لازم أعملها. إذن هي ما يجب على المواطن تجاه الدولة والآخرين. طيب أذكر 3 من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطن الأردني. الحقوق أنا نرجع، 1 الانتخاب، 2 المأوى والسكن، 3 الصحة والتعليم والحياة والأمن. طيب يا خامس السؤال الثالث، من واجباتك تجاه وطنك الاجتهاد في الدراسة، ما أثر ذلك في مجتمعك؟ يعني أنت كطالب لما تجتهد بدراستك إيش بيأثر على المجتمع؟ تطور الوطن وازدهاره وتقدمه في المجالات كافة. تطور الوطن وازدهاره وتقدمه في المجالات كافة. تطور الوطن وازدهاره وتقدمه في المجالات كافة. طيب خليني أنا وياكم نكمل الفراغ بما هو مناسب. أنتوا شطورين وأكيد رح تكملوا الفراغ لحالكم. طيب التعليم، من حقي إني أتعلم. طب من واجبي أداء واجباتي المدرسية والمحافظة على مرافق مدرستي. طيب أنا واجبي الاعتناء بصحتي ونظافة الشخصية. طب أنا من حقي إيش؟ الصحة. أكتب الصحة. طيب من حقي التعبير عن رأيي بحرية. طب واجب علي احترام آراء الآخرين، احترام آراء الآخرين. حقي الأمن. طب إيش واجبي؟ الالتزام بالقوانين والأنظمة. إذن هون بنكتب صحة، هون في الفراغ بنكتب احترام آراء الآخرين، هون في الفراغ الالتزام بالقوانين والأنظمة. الالتزام بالقوانين والأنظمة. هيك أنا بكون كملت درسي لليوم وحلينا أسئلة الدرس. بتمنى منكم إنكم تحلوا أسئلة الدرس على الكتاب وبشكل مرتب أو على الدفتر وبكون بشكل مرتب. والسلام عليكم.